مع اختصاصية التغذية هبة أبو لطيف رح نعرف أكثر اليوم عن الحديث الرائج عن إبر التنحيف يلي عندها أكثر من مسمى. أهلا وسهلا فيك يا هبة. نسمع كثير إبر تنحيف، إبر أنسولين، إبر ما بعرف، يعني إلى تسميات كثيرة، حتى صار في بدائل لهالموضوع. أول شيء خلينا نضوي على قديه بتشوفوا ناس عاملين، يعني عم يرافقوكم بالدايت بس بيجوا عاملين هودي الإبر. صح، في كتير هلأ حديث الكل يعني، ووسيلة سريعة لتنزيل الوزن، فالكل عم يستعملها. نعم، يعني هي بتنزل وزن، هي بتنزل وزن. فعنا بلبنان بتعرفي كل شيء بيروح باستعماله للنحي الخطأ يعني، فبصير يستعملوها بطريقة غلط، وبيجي لعنا كيسات كتير عم بيكونوا مأثرين سلبيا بهذا الموضوع. وهي بتنزل وزن مثل كل يمكن أدوية تنحيف الوزن، بينزل وزن بسرعة، بس إذا الشخص ما انتبه لحاله بده يرجع يعوضهم بسرعة أكبر يعني، وبشكل دبل من ما نزلهم. ف اتس ترند هلأ سريعة، والأشخاص بيحبوا الأشياء المريحة لأنه بينزل الوزن بسرعة، لأنه بتشتغل على بتسد القبلية وعلى تنزيم السكر بالدم، فبيستعملوها تكون 100% نزول سريع. اللي عم بتقولي هبة ترند، وكل ترند بيصير يوصفوها الناس لبعضهم يعني، بيشوفوا حدا استعملها بيجوا بيستعملوها بدون فحص دم. مين اكثر الناس يلي بتنعكس عليهم سلبا يعني، شو بيكون عندهم مشاكل؟ صح. بدنا نعرف انه هي مش حياة لحدا في يستعملها، هن بالاصل اوبر اوبر للسكري، للاشخاص اللي عندهم نوع سكري التايب 2 دايابيتس يعني، مش التايب 1. سو الاشخاص اللي عندهم سكري نوع اول ممنوع ابدا يستعملوها يعني، تنعكس عليهم كومبليتلي سلبون. الاشخاص اللي عندهم اورام بالغدد او اللي عندهم تاريخ عائلي في غدد وفي اورام بالغدد عندهم كمان ممنوع يستعملوها، لانه من السيمتومز تبعولها انه هي بتعمل صعوبه بالبلع، تورم بالغدد ومشاكل بالغدد الليمفاويه. سو هول الاشخاص كمان لا، اكيد الحوامل والنساء اللي عم تردع كمان ممنوع كومبليتلي يستعملوها، والاشخاص الصغار بالعمر يفضل كمان يبتعدوا عن هيدا الشيء انه يستعملوه. سو الاشخاص اللي بدهم يستعملوها بده يكون عندهم سكري، عندهم مخزون سكر عالي، مأكد انه عندهم سكري. اذا في حال بدهم يستعملوها لنزول وزن، اكيد مع استشاره الدكتور بده يستعملوها بطريقه يعني عم يراقبهم كل الوقت، وبده يكون عندهم سمنه كثير عاليه تا يستعملوها وتكون سيف، لانه هي بتنعطى للاشخاص اللي عندهم سكري وللاشخاص اللي عندهم امراض بالقلب، وبتساعدهم شوي تيخف الجلطات وريسك الجلطات يعني. يعني هي استعمالها بيور طبي، هي طبي، بس عم بيصير استعمالها حتى من قبل المراهقين اللي عم تقولي انه ما لازم يستعملوها اولاد صغار بالعمر، عم يستعملوها مراهقين تينزلوا 3 كيلو او 5 كيلو. وهون المشكله الكبيره. صح. على البنكرياة، على كثير اعضاء بالجسم والتهابات بالمعده. مزبوط. يعني اكثر شيء خبرينا شوي عن انواع يمكن الامراض اللي بتخلق من وراء هالنوع. صح. من الابر اكثر شيء عم بيكون عندنا التهابات البنكرياس، بانكرياتايتس، كثير عم تكون موجوده باغلب الاشخاص اللي عم بياخذوها، لانه هي بتشتغل على الانسولين وعلى تركلج السكر بالدم، وبتخفف من السكر بالدم، فالبنكرياس بينضرب عنا اذا كان نحن اشخاص ما عنا سكر عالي بالدم، عنا بس مشاكل وزن زايد. فهيدا اكثر كيس عم نشوفها. امراض المعده واوجاع المعده كثير مترافقه يعني، هي من السيمبتومز اللي بتبين انه في عندي وجع باب معدتي او اوجاع، وصير عندنا نفخه وهارت بيرن او حرقه كثير من بعد استعمالها. فهول الاشخاص بس يشوفوا هيدا السيمبتومز دغري لازم ينتبهوا انه احنا لازم نوقف استعمالها، خصوصا بس يكون الوجع على باب المعده وعم بيضرب لورا، يعني صار في خطر على البنكرياس، وهون اكيد لازم يعملوا فحوصات ولازم ينتبهوا. طيب هبه، هي كيف عم تستعمل؟ يعني هي أوبر تحت الجلد، أوبر في منه حبوب، بس لتنزيل الوزن عم تستعمل أوبر، وبتستعمل بدوز، ببلشوا بدوز 0.5، بيصيروا يعلوها، بيصير يعلوها. وكل يوم تستعمل؟ لا، مرة واحدة بالأسبوع، لازم كل نفس النهار كل أسبوع يعني، إذا أخذناها تنين اللي بعده ناخذها، فيها تتخذ مع أكل وبلا أكل يعني، وبتستعمل على فترة. النزول الوزن عم بيصير من 6 ل 10 كيلو بفتره استعمالها، اللي هي تقريبا بتكون 3 اشهر ل 6 اشهر. يعني واحد بيقدر يخسر 6 ل 10 كيلو بثلاث اشهر. مزبوط. اذا اتبع دايت، وعلى القليله ما بيرجع بيردهم يعني. صح. وهي اصلا مع استعمالها على طول موصوف انه لازم دايت ورياضه، which is مثل الكيس بكل الادويه التنحيف، ما نستعمله ما نعمل دايت ورياضه، واذا عملنا دايت ورياضه بننزل لحالنا.
ضروري هون هبه يعني نكون عم نعمل توعيه حول هالموضوع. هيدي الابر كثير اليوم ترند، كثير عم ينحكى فيها، بيوصفوها لبعضهم مثل ما قلنا، حتى اوقات يعني اذا عندهم ايفنت هيك قريب بيستقربوا. منا هي واحد يحط يعني ابره يعني هي الباس تبعها شو؟ شو هي 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 ما هي دواء للسكري، هو جي ال بي 1 بيشتغل على الريسبتورز بجسمنا، على الريسبتورز لهيدا النوع من ال جي ال بي 1 ريسبتورز، وبالتالي بيركلج الانسولين، ما بقى بينفرز كثير سكر بالدم، بتركلج الجسم اذا هيك بدنا ناخذها بطريقه مبسطه. هي باس تبعها طبي كثير، بس لما ينزل الوزن عندنا نحن بدنا ننتبه انه الوزن اللي عم بينزل اغلبه بيكون عضل، يعني نزول الوزن بهيدي الحاله عم بيكون بكل الدراسات وكل التجارب بينت انه اللي عم بيخسروا كميه من العضل كثير كبيره، بيخسروا دهون بس الكمية العضل عم بتكون خسارتها كثير كبيره، وهون الخطوره. هون الخطوره انه شو عم شو اللي عم نخسره، يعني العضل يلي هو لازم نبنيه مش لازم نخسره. مزبوط. في بدائل عم ينحكى فيها كمان هبه عن هالابر، يعني اللي سميتيه وبدائل ثانيه نفس هني الخطوره. هني كذا نوع بيفرق شوي بالباس الطبي تبعون جي ال بي 1 ولا جي ال بي 2، يعني الميديكال اشياء تبعون، بس توافرهم نفس الخطوره، نفس الخطوره نفس طريقه الشغل وتوافرهم. يعني ممكن عندنا بلبنان ما تكون موجوده هيدي الابره، موجوده الثانيه اسهل وايها ترند اكثر. وهي الابره هبه بنجيبها من صيدليه هيك بنفوت بنسال عنها، المفروض تكون بوصفه طبيه بس انه كمان يعني ممكن عم بتصير عشوائيه، يعني عم تكون شوي تنباع انه ايه انا بعطيكم منها وعندي منها، بس انه مفروض لا هي بوصفه طبيه بكون الدكتور اللي عم بيوصفها يعني. نعم. تو نختم هالموضوع نرجع ناكد قد ايه خطيرين هالنوع من الابر. مش مين ما كان في يستعملهم، لازم يكون عنده مرض ومشكله معينه طبيه، مش لانقاص الوزن ابدا لانه رح يكون عندها تداعيات كثير خطيره على صحتنا. خلينا نرجع هيك نذكر الناس بأهمية الرياضة، أي نوع دايت، نحن عبيب الصيف، كيف ممكن نرجلج حياتنا، لأن مثل ما بنقول دايما الدايت هو أسلوب حياة، يعني منه فترة هيك شو بيقولوا منغنش حالنا فيها ومنرجع منترك حالنا. هلأ نحن كلنا بنحب كل شيء بسرعة، يعني طبيعة الإنسان بحب كل شيء يكون نزول وزن بسرعة، وخصوصا أنه منفوق على حالنا أول صيفية أنه هي بدي أضعف عندي مناسبة وهيك. فينا اذا بدنا نسرع شوي بالوزن فينا نستعمل اسلوب اسهل شوي من انه نخاطر بحالنا وناخذ ابر وادويه تنحيف سريعه، لانه حنرجع نردهم دبل، وهذا الشيء صاير مع كل البشر. يعني اذا في 1 أو 2% ما رجعوا ردوا الوزن بيكون كثير شيء، اهتموا كثير بحالهم بعد نزول الوزن وانتبهوا كثير لحالهم. ما في شيء عم بيترافق بلا دايت وبلا ريجيم، وما في دواء بينحف ما كان له معه دايت معين او مكتوب انه انتم التزموا بدايت، لو موجود هيدا الشيء كانوا كل العالم ضعيفه يعني. صح. فالدايت اساسي وطبيعه النظام الغذائي اساسي، وبدنا نطول بالنا على حالنا. يعني انا اذا اخذ 20 كيلو زياده اخذتهم بفتره كثير كبيره، اكيد بدي فتره كثير كبيره لنقصهم. صح. منا منطقيه ينزلوا باسبوع او اسبوعين. صح، منا منطقيه ابدا. صح. وهذا الشيء بيكون يعني مش عادي، وحارجع اخذهم واصلا حاثر على جسمي بشكل كثير كثير سلبي. وما نعمل بقى شيء من دون فحوصات، يعني انا ما اخذ ادويه من دون ما انا اكون عامله فحوصات شايفه اذا انا هالقد جسمي بيحمل ولا ما بيحمل، لانه كثير تاثيرها. يعني في كثير صبايا عم يجوا لعنا على الكلينيك من وراء هالابر، عندهم التهاب بالكبد، عندهم التهاب بالبنكرياس، عندهم فقر دم حاد وعضل كثير قليل، فكثير الحالات عم بتكون عويز. نعم، وهيدي بعتقد يعني كمان هون مسؤوليه الاهل مراهقين. يعني عم كتير الموضوع على السوشيال ميديا اخذ ضجه. مزبوط. والمشكله انه بينحكى فيه هيك بكل بساطه وبكل اقناع، يعني بكل اقناع وبكل ثقه، وبتقول لها انا نزلت هالقد وانا نزلت هالقد، وهذا شيء كتير خطير خصوصا على الناس يلي هلا عم بيبنوا جسمهم وصحتهم بعمر معين، يعني بده يكون هذا الشيء مخزون لهم بالايام اللي جايه. شكرا هبه ابو لطيف على الموضوع، بنرجع بنحذر من هالابر، مش مين ما كان فيه ياخذهم، ضروري يكون في متابعه طبية. ومثل ما قالت هبة، يعني إذا نحن أخذنا بفترة معينة 10 كيلو أو 20 كيلو ما فينا ننزلهم بأسبوع أو بأسبوعين، وما بنقدر نضر جسمنا بس حتى نحصل على جسم نحيف. كله اسمه أسلوب حياة لازم نتمرن عليه.